لكل حضارة نكهة خاصة ترسم ماضيها وحاضرها، ولكل طبق مذاق أبلغ من كل اللغات، وتاريخ يختصر آلاف السنوات، وعنوان يحمل بكل لقمة ملايين الأفكار والحكايات. اليوم أنتم سفراؤنا، لأن الوطن يحتاج أن يتذوق الخير بلمسة أبنائه، وأن يقدم للعالم نفسه من خلالكم، لأن إبداعكم مصدر إلهامنا، وهمتكم همة حتى القمة.